نرحب بحضراتكم من جديد. طبعا امبارح العالم كله كان بيحتفل بيوم المرأة العالمي، والحقيقة انه لو بصينا للجهود اللي الدولة بتقوم بيها والجهود اللي يعني والخطوات اللي الدولة بتتخذها في ملف تمكين المرأة تحديدا، هنلاقي خطوات كتيرة جدا وجهود كبيرة جدا الحقيقة في كل المجالات، سواء التمكين الاقتصادي او الاجتماعي، كمان على مستوى التشريعات. شفنا كمان انجاز واستحقاق مهم بتحصل عليه المرأة بصعودها على منصة القضاء في مجلس الدولة. تشهد مصر تغييراً كبيراً في ملف تمكين المرأة المصرية، وتعد خطوة تجليس قاضيات في مجلس الدولة من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل تمكين المرأة بشكل يليق بها. واستطاعت المرأة المصرية تحقيق جزء كبير من حلمها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من اعتبار عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق استراتيجية 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة. تتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية، هي محور التمكين الاجتماعي والتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى محور الحماية والتشريعات. وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية، وتم تعزيز التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للنساء والفتيات، وتم في هذا الإطار تجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وتقوية الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك التشريعات. تحية تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة، بناتي وسيدات النيل وصانعات السعادة والنمو.